السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انطلقت صباح اليوم الثلاثاء امتحانات البكالوريا على الصعيد الوطني وسط إجراءات مشددة لمراقبة الغش، ويجتاز على الصعيد الوطني 426,000 من التلاميذ والتلميذات امتحانات البكالوريا لموسم 2022-2023 ابتداء من اليوم الثلاثاء. وقد توعد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمحاربة ظاهرة الغش، قائلا بأن الوزارة تحرص على محاربة ظاهرة الغش من خلال العمل على بث وصلات تحسيسية والتنسيق مع السلطات الأمنية والمحلية وتعبئة أولياء أمور التلاميذ لتطويق الظاهرة، مؤكدا أن المراقبة ضروريا ويلزم محاربة الغش ماديا وإلكترونيا. دوز في زيت نوري الوراق، ربعت الوراق يعني باش تخرج هادشي خصك تكون من الاول العام وانت كتراجع هادشي. والحمد لله نجيبوها الستارة راه مزيان. لا مزاير الدا الاجواء نقول لك خويا هما مزايرين شويه الصراحه، فهمتي؟ والفرد كان في متناول سهل باش نكذبوش، فهمتي؟ اللي فاهم راه غيخرج، اللي ما فاهمش غيبقى يدور في عيني. هادشي اللي كاين داكشي اللي كاين اخويا. لا ما كانش الصراحه مراسه مزايره شويه، فهمتي؟ انا الحمد لله فاهم، الحمد لله فهمتي بريباراسيون السوايع، جيت دخلت كتبت داكشي اللي عرفت وخرجت شويه، فهمتي؟ مراسه في المتناول، فهمتيني؟ ما تعرقاش اللعب وما مزايراش.